منظمة نساء الاتحاديات تطلق سلسلة ندوات على المستوى الوطني في موضوع المرأة والدولة الاجتماعية. لماذا هذا الموضوع؟ لأننا نعتبر على أن بناء أسس الدولة الاجتماعية الحقة لا يمكن أن يبنى ونحن ما زلنا نعاني من الكثير من مظاهر لا مساواة ومن الكثير من مظاهر لا إنصاف ومن الكثير من المظاهر لا مناصفة أيضا. وبالتالي نقول على أنه إقرار دولة اجتماعية حقة تبدأ بالمساواة الكاملة ما بين النساء والرجال في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والسياسية. ولماذا اختارنا هذا الموضوع؟ لأننا نعتبر على أنه الزخم اليوم اللي كاين في المغرب حول النقاش العمومي اللي كاين حول الحماية الاجتماعية ممكن لناش نبطره من النقاش العميق دياله اللي هو نقاش بناء الدولة الاجتماعية اللي تتبنى على 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 تكافؤ الفرص، على المساواة الكاملة، على العدالة، على 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 الكرامة، وتتبنى أيضا على أن كل مواطن تلقى العيش الكريم وتلقى الرفاه داخل هذه الدولة. وبالتالي نعتبر على أنه لا يمكن إقرار دولة اجتماعية كاملة دون إقرار حقوق إنسانية كاملة للنساء المغربيات.